طيب عبر الهاتف معنا مباشرة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني. أستاذ حسين شكرا وجودك معنا في MBC في أسبوع. وطبعا تكلمنا احنا قبل شوي عطينا شوي بعض المعلومات عن المربعانية. أبغى من جهتك أنت تعطينا وش اللي يميز المربعانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا سأتكلم بجانب علمي فيما يخص علم الأرصاد. نحن أرصاديا دخلنا فصل الشتاء. بدأت درجات الحرارة بانخفاض تدريجي على مناطق المملكة. المناطق الشمالية هي أول المناطق التي تستقبل فصل الشتاء في المملكة بانخفاض ملموس. هذه الكتلة الباردة الثانية والموجة الثانية التي أثرت على المملكة خلال الأسبوعين الماضية شهدت انخفاض ملموس في درجات الحرارة، شملت المناطق الشمالية وأجزاء من الشمالية الشرقية والوسطى والمناطق الجنوبية الداخلية، شملت أجران وشرورة والمناطق المحيطة بها. لكن مناخيا حتى الآن فصل الشتاء يدخل في 21 أو 22 ديسمبر مناخيا، لكن كما ذكرت لك أن طلائع الشتاء بدأت على مناطق المملكة. تتوالى الموجات الباردة وانخفاض درجات الحرارة. تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للملامح المناخية لفصل الشتاء أشار إلى حالات متطرفة قد تتأثر بها المملكة في هذا الفصل، في ممكن يعني أمطار غزيرة وأيضا تساقط للثلوج على مناطق الشمال وانخفاض ملموس لدرجات الحرارة قد يتدنى ما دون الصفر إن شاء الله على عرعر والقريات، وقد نشهد يلامس الصفر على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية والمناطق الجنوبية. بينما المرتفعات الجبلية للمملكة من الطائف وحتى جازان ستشهد أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، وتبقى السواحل الغربية والجنوبية معتدلة في درجات حرارتها خلال فصل الشتاء إن شاء الله. طيب إذن يعني تطرقت أو عرجت إلى أيضا درجات الحرارة ما دون الصفر وأسميت لنا أيضا هذه المناطق، هل من مفاهيم خاطئة عن موسم المربعانية أستاذ حسين؟ حقيقة عندما نتكلم عن موسم المربعية نتكلم عن معلومات ثقافية شعبية للمجتمع تتوالى عبر السنين، ونحن نتكلم في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على الجانب العلمي المتعلق بالقراءة المناخية للمملكة من خلال معلومات مناخية تجاوزت 50 سنة ماضية. يتم استقراء هذه المعلومات وتحليلها ومعرفة أهم الحالات التي تأثرت بها مناطق المملكة خلال هذه الفترة. ولذا نلاحظ أن تقرير المناخي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أشار إلى بعض المتغيرات في فصل الشتاء هذا العام واعتدال بعض المناطق الأخرى مع حالات متطرفة أشار لها التقرير بشكل واضح قد تكون في مجملها على المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى إن شاء الله. طيب أستاذ حسين يعني إذا نتكلم بشكل علمي أريد منك قراءة يعني مناخية وعلمية أيضا، إيش سبب الاختلافات في حسابات دخول المربعانية؟ يعني حسابات حساب أم القرى يقول أنها تدخل في 27 من ديسمبر، بينما حسابات أخرى تقول أنها تدخل في 1 من ديسمبر، وأيضا هناك حسابات أخرى تقول أنها بين هذا وهذا، أقصد التاريخين. علميا يعني ما هو الفارق في كل تواريخ؟ لو لاحظت في حديثي عندما نتكلم عن دخول فصل الشتاء مناخيا فنحن نتكلم عن 21 إلى 22 ديسمبر وهي نفس الفترة التي ذكرتها الآن. أما أرصاديا فنحن ندخل في دخلنا فصل الشتاء بشكل واضح. هناك يعني انخفاض في درجة الحرارة وهذا ملموس الآن على مناطق المملكة. القراءة الفعلية للتغيرات هي ناتجة عن كما ذكرت عن المعلومات المناخية التي تم تحليلها لحالة الطقس على المملكة خلال 50 سنة الماضية، وطبعا تتفاوت من عام إلى آخر من خلال الوضع المناخي للمملكة. والمملكة هي جزء من العالم، ما يؤثر على الدول المحيطة يؤثر على المملكة وهذا أمر طبيعي في المناخ. طيب يعني ربما ما يهمنا ويهم المشاهدين أكثر أستاذ حسين هو شدة البرودة أو أيام الصقيع، وذكرت أنت أنه راح تكون هناك درجات تسجل تحت الصفر، ولكن هل هناك توقعات لهذا الموسم بالتحديد الذي ندخل أن يكون أشد برودة من العوام التي سبقت أم أنه لا توقعات بهذا الشأن حتى الآن؟ حقيقة يعني من خلال المتابعة ومن خلال أنا عملي في الأرصاد وحماية البيئة نلاحظ أن من عام إلى آخر درجات الحرارة يكون بها انخفاض واضح. قد يكون العام الماضي
نسبة الانخفاض لم يتجاوز الأعوام الماضية، لكن تقرير المناخي على المملكة الذي أصدرته الهيئة أشار إلى حالات متطرفة قد تشمل تفاقط كثيف للثلوج أو أمطار غزيرة أو انخفاض ملموس في درجات الحرارة، لكن حقيقة تطرف المناخ يؤثر على المملكة كما هو يؤثر على العالم خلال الأعوام العشرة الأعوام الماضية، وهو مصطلح الآن متعارف عليه في منظمة الأرصاد العالمية أن العالم يمر بحالات متطرفة شديدة، سواء في حالة الطقس معنية بهطول أمطار غزيرة أو انخفاض ملموس في درجات الحرارة أو ارتفاع أيضا ملموس في درجات الحرارة. نحن نشكر لك كل هذه الإيضاحات المناخية ومشاركتك معنا، أيضا كنت ضيفنا من جدة عبر الهاتف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني.